أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناة المواشي. اليوم يوم 24/2/2024 هنقول الوداع يا شهر شعبان، وأهلا وسهلا يا شهر رمضان. ربنا يجعله شهر مبروك وشهر طيب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام داخل مصر وخارج مصر وفي جميع دول العالم. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الفل يا غالي، صباحكم ابيض، صباح كبد يا معلمي. ده كبير البقر الوالدي عليه افضل الصلاه والسلام. بس بنطلعه الباب كويس، بتطلعوا الحيه الفاخر. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. الحمد لله من عند ربنا الاول، مش شطاره مننا. اي حد عرف المشاهد باسمك طيب الاول ومكانك. احمد عجور، المعلم احمد عجور، معروف زي الدين الدهب. في المكان ايه يا حاج احمد؟ المكان ابو سعيد تبع الرحمنيه. ابو سعيد تبع الرحمنيه يا جماعه محافظه البحيره. عايز المعلم احمد عجور من طنطا. الله يبارك لك يا معلم احمد، من اي مكان يجيب لك انت عايز. الله يبارك لك يا معلم احمد ويصلح حالك ويزيدك ويعينك على سداد الدين بتاع الناس برضه. والله يقويك، لم فلوس العالم برضه يا جماعه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. كسره ستة بسم الله ما شاء الله. ورا ذكر يا جماعه الخلف، بسم الله ما شاء الله. جاوب لنا الخلف كده صاحبي، بسم الله ما شاء الله. دور معايا بقى، نوعه يا صاحبي خليط. الله يرضى عليك. خليط يا جماعه، بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر، الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي. البقره دي كسره ستة. كسره ستة يا جماعه وخلفها ذكر، بسم الله ما شاء الله. سبعات لبن، مش هنكذبوا، سبعات اللبن يا جماعه. المعلم احمد عجور الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. اللهم امين، اللهم صل عليك يا نبي. المال يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، والبز الاسمر بسم الله ما شاء الله على الحلبات والضر. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. السعر الحقيقة الله وكيل برضه يا معلم احمد اللي انت هتبيع بيه بمرضي الله. اللي عبيع بيه بقى صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انا هسمي لك اللي خلقه ربنا. اللي خلقه ربنا عرق على الله. هات العجل ده والعرق على الله. والعرق على الله، الله يبارك لك. قلتليش ليه؟ ليه يا معلم؟ عشان العرق ده جودة. العرق ما تبعوش فيه. صح. واللي يرضي ربنا كله حلو. واللي يرضي ربنا حلو. أهم حاجة في التجارة الشغل الحلال. الشغل الحلال الله يبارك. والتسمية بالحلال. والتسمية بالحلال. سمي بالحلال ناخد اللي أنا عايزه. أي أعداد بقر والد عند المعلم أحمد عجور يا جماعة. الله يبارك لك يا معلم. بقر وعندي بقر بيحلب عشرات و15 كل حاجة موجودة. اللي أنت عايزه، عايز سمنتات. دي يعتبر أقل بقرة معانا المعلم أحمد الله يبارك له. أنت وأنا طالع كده. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. الله يبارك لك يا معلم أحمد. فلاح كده عندي على جده، عايز بقرة قريبة. الله يبارك لك، ماشي كل حاجة موجودة. الغلبان غلبان برضه. لا 85 ولا 80 ولا الكلام ده كله. ب 75,000 بس. 75,000 بقرة استيراد يا جماعة وعجل خليطات، بسم الله ما شاء الله على المال وعلى الحلاوة. الله أكبر، الله أكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا إله إلا الله. الله يبارك لك يا معلم. شوف يا جماعه هنا الهداوه وهنا الحلاوه. بسم الله ما شاء الله. خلص لسه بيطلع. الله يبارك لك يا معلم احمد. بسم الله ما شاء الله، يعني ان شاء الله موجود بقر لو حد عايز حاجه. موجود يا غالي، لو عايز بدل البقر 10 في يا جماعه الغالي وفي الرخيص مع المعلم احمد عجور الله يبارك له ويصلح حاله. 130,000. الله هو 120 و 130 و 100,000 و5 لبن. بسم الله ما شاء الله، 10 و12 لبن. الله يبارك لك. التليفون بقى كام يا معلم احمد؟ 0106 3 5 3 5 3 5 2 3 1 2 3 1. الله يبارك لك. في اي وقت تحت امرك. الله يبارك لك ويصلح حالك يا معلم احمد. انت راجل عندك مصداقيه بما يرضي الله. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. حبيبي يا معلم احمد الله يبارك لك ويزيدك ويزيدك يا صاحبي. الله يبارك لك ويصلح حالك. كل عام وانت بخير طبعا. شهر شعبان هنودعوه على خير وهنستقبله شهر رمضان كريم ان شاء الله. الله اكبر، الله يبارك لك يا معلم احمد. كل سنه حضرتك طيبه صح. انت عايزه تحت امرك، واي حد يجي من ناحيتك نعمله معاه الواجب وزياده. الله يبارك لك يا معلم احمد ويصلح حالك. صباحك ابيض ان شاء الله. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. طبعا يا جماعه كل عام وانتم بخير. بمناسبه شهر شعبان هنقول الوداع يا شهر شعبان، وفي استقبال شهر رمضان على خير ان شاء الله. اداره سوق دمنهور يا جماعه اداره محترمه، بترحب بجميع التجار والفلاحين والجزارين داخل مصر في جميع المحافظات. اللهم امين، الله يبارك لهم ويصلح حالهم. اداره محترمه واداره 100 100. الله يقويهم ويعينهم ويصلح
يصلح حاله ومحال الجميع يا رب، اللهم امين. سمي الحاج، كل سنه حضرتك طيب. السوق كان كويس النهارده؟ كويس ان شاء الله. ان شاء الله نشتغله في رمضان امتى باذن الله؟ بعد الفطار ان شاء الله. حبيبي يا حاج، كلمك ترد عليا. السوق هيشتغل في رمضان ان شاء الله امتى؟ هيشتغل في رمضان ماشي، بس ايه مع رئيس جمهوريه مصر العربيه الرئيس اشرف العطار. حبيبي يا صاحبي، الله يبارك لك ويصلح حالك. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه الموحش اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يجعل ايامنا طيبه كلها يا رب، اللهم امين. على المسلمين جميعا يا رب، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.